خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعمل فائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن. مفك البراغي الشق سكرو درايفر. سوف نقوم بتصميم مفك براغي شق عن طريق برنامج SolidWorks. يوضح الشكل الثلاثي المفك المطلوب رسمه. سوف يرسم من قطعتين two part إفراديات ثم نجمعهم ضمن assembly. المقبض والمقدمة كما يوضح الشكل. توضح جميع الأبعاد على المساقط ضمن 2D. نبدأ برسم المقبض. نختار المستوي front plane ونرسم دائرة مركزها مبدأ الأحداثيات بقطر 33.6 مليمتر. من features نختار extruded boss بقيمة 120 مليمتر. نختار أحد السطحين الدائريين ونرسم خط منقط من المركز ونهايته مع الدائرة. نرسم من نقطة التقاطع دائرة بقطر 7.2 مليمتر، ثم من Features نختار Extruded Cut بقيمة 90 مليمتر. نشكل مصفوفة دائرية. من Features نختار Circular Pattern. ضمن Direction نحدد الحافة الدائرية ثم نحدد الجزء المطلوب وهو cut 6 والعدد 1 extrude. نختار السطح الدائري المقابل ونرسم دائرة قطرها 8.4. ثم من features نختار extruded cut بقيمة 60 مليمتر. لرسم التفريزة المنحنية نختار المستوي right plane ونرسم خط منقط مركزي. نختار ellipse. نحدد النقاط المشكلتان للطول أفقية مع المركز. النقاط المشكلة للقطر الأصغر شاقولية. نحدد أنصاف الأقطار 12.6 و 4.8 مليمتر. نحدد أبعاد الشكل البيضوي عن الحواف لتقييده. من Features نختار Revolved Cut حول المحور السابق. نختار Fillet ونختار حافة الدائرة الأمامية ونصف قطر الانحناء R 1.8 مليمتر. نختار فيليت ونختار الحواف المشكلة للجزء البيضوي بقيمة R 1.2 مليمتر. نختار فيليت ونختار الحواف بقيمة R 3 مليمتر. نختار فيليت ونختار الأقواس بقيمة R 3 مليمتر.
نحفظ القطعة باسم A1. لرسم المقدمة من New نختار Part، نختار المستوي Front Plane ونرسم دائرة مركزها مبدأ الإحداثيات بقطر 8.4 ملم. من Features نختار Extruded Bust بقيمة 190 ملم. نختار المستوي Right Plane ونرسم خط منقط مركزي. نرسم خط عمودي يتطابق مع الحافة، ثم من نهايته خط أفقي يتطابق مع الحافة الأفقية. نختار Point Arc 3 وذلك لرسم القوس المشكل لحافة المفك، ونحدد بعده عن الخط المنقط 0.3 ملم. نحدد قيمة القوس R 22.2 ملم. وبعده الأفقي 10.8 ملم. ثم من Features نختار Extruded Cut، ثم Mid Plane بقيمة 12 ملم. من Features نختار Mirror، ثم نحدد المستوي Top Plane الذي سوف يتم الانعكاس حوله، ثم نختار الجزء المطلوب وهو Cut Extrude 1. نحفظ القطعة باسم A2. من New نختار Assembly لتجميع القطع مع بعضها. من Insert Component نستورد القطعة A1. من Insert Component نستورد القطعة A2. نختار Mate ثم نحدد السطحين المراد ربطهم مع بعض، ثم نختار نوع الربط وهو محوري أي Concentric. من Mate نختار السطح الداخلي لتجويف المقبض مع السطح الدائري للمقدمة، ونحدد نوع الربط وهو Coincident. اختيار نوع المادة لكل قطعة. نختار القطعة A1 ثم Edit Material. نختار المادة خشبية للمقبض Wood، ونختار أحد أنواع الخشب. نكرر العملية للقطعة A2 ونختار Cast Carbon Steel مثلاً أو أي مادة يتشكل منها. وبالتالي نحصل على مفك براغي شق.